واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12 تكون فريق سهل جوفية شاور ما أهم خلينا البعد عنهم شوي شاطرين بس البعد عنهم شوي مشان يعرفوا. قمنا اليوم في تجمع مدارس الجهة الأنخل باستقبال دار الزيتون السابع عشر في أنخل غصن لعمل نشاط ترفيهي تعليمي وهو عبارة عن مناظرة ثقافية بين الطلاب وكان التفاعل جيد جدا وسنقوم بمثل هذه النشاطات التحفيزية في المستقبل. في طفل كان هو وين دار وهاي الطفل طلعت مش اختار الأساتذة هو اللي راح شو أسد؟ صح الولادة بعد الولادة قبل الولادة أثناء الولادة الفوسفات هو أحد أنواع الأسمدة الكيميائية يستخلص من الصخور الفوسفاتية. الفوسفات أهمية اقتصادية فهو يساعد على نمو المزروعات ويعطي محصولا وفيرا. محمد ناصر الناصر أحمد مروان علو صبيرو زيتون 17 تمام وأنتوا أي فريق؟ أجيال. طبعا تسعى منظمة غصن زيتون للارتقاء بالواقع التعليمي في الجنوب السوري ولذلك تقيم منظمة غصن زيتون حملات متتابعة لتشجيع الأطفال للعودة إلى التعليم وإلى مقاعد الدراسة إيمانا منا بأن هذا مكانهم الطبيعي. طبعا تقيم منظمة غصن زيتون حاليا الحملة الثالثة على التوالي تحت شعار من حقي أن أتعلم. ستغطي هذه الحملة ما يقارب 25 موقعا وسيكون من ضمن هذه فعاليات هذه الحملة نشاطات مشتركة مع المدارس الأخرى من أجل وتقديم نشاطات ترفيهية وتعليمية كالنشاط الذي حصل اليوم مناظرة ثقافية بين دار الزيتون في إنخل وأحدى مدارس تجمع أجيال إنخل. بالإضافة ضمن فعاليات هذه الحملة سيكون هناك تدريب للمدرسين بالإضافة إلى توزيع حزم ترفيهية وتعليمية على الأطفال. يلا السؤال قاعد يقولوا له اختار جويدة عدد مسامح